اهلا بكل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه. والنهارده احنا بنشهد مبادره جميله جدا من شباب محافظه الاسماعيليه الجميل اللي حابب يروج لاسم اسماعيليه من خلال حصاد المانجو باطول سجاده للمانجو اللي فيها حوالي اكتر من 39 نوع للمانجو في محافظه الاسماعيليه. شباب إسماعيلية قرر أنه يروج لسياحة الإسماعيلية أو يروج لإسم إسماعيلية في العالم كله من خلال مشاركة أطول سجادة في العالم من المانجو في موسوعة جينيس. بالفعل قدموا الطلب وبالفعل كمان بعتوا الصور لأطول سجادة في العالم، وإحنا النهاردة بنشهد معاكم أطول سجادة في العالم من المانجو بحضور طبعا يعني ضيوف الإسماعيلية وعدد من البلوجرز. زي ما حضراتكم شايفين يعني سجادة طويلة جدا بتحتوي على 50,000 حباية مانجو. وكمان بعد التصوير بيتم تجهيز 25% من السجادة للأعمال الخيرية ودور الرعاية. هاشتاج فعلوا شباب الإسماعيلية منذ أيام، شارك وصور وشارك معانا في سياحة الإسماعيلية. استغلوا طبعا حصاد المانجو ان هم يقدروا يروجوا الإسماعيلية بشكل جميل جدا وللسياحة البيئية والريفية اللي دايما يعني عزف الكثير عنها ونسيوا السياحة البيئية والريفية والأصول القديمة لمحافظة الإسماعيلية. الإسماعيلية من المحافظات الجميلة بتشتهر دايما بالزراعة، ودايما لازم تكون الترويج ليها من خلال السياحة البيئية. ومن أشهر أنواع المانجا اللي موجودة انضمت إلى السجادة اللي شاركوا بيها في موسوعة جينيس، هي أطول سجادة في العالم. ودي الأول مرة بالفعل شباب الإسماعيلية يقرروا يعملوا حاجة زي دي، وبالفعل نفذوها في 26 ساعة. 26 ساعة يعني مجهود كبير جدا من موظفين المكان وعمالها وروادها ان هم يساعدوا في يعني انتاج اطول سجادة في العالم اللي حضراتكم شايفينها. تدرج الوان جميل جدا واشكال جميلة وانواع كتيرة جدا من المانجو شاركت فيه السجادة اللي حضراتكم شايفينها. محاولة من أهالي الإسماعيلية وشباب الإسماعيلية إن هم يروجوا الاسم إسماعيلية بشكل مختلف. الله أكبر الله أعظم، حان الآن أذان الظهر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نستكمل مع حضراتكم تقريرنا.
وزي طبعا ما حضراتكم شايفين وزي ما حضراتكم شايفين يمكن هنتعرف مع بعض كمان على الأسعار داخل المنفذ. أنا عايزة في انواع كتيره حضرتك من المانجو واللي ليها اسعار مختلفه، كل نوع ليه سعر. اللي بيسالنا على اللايف طبعا في منتجات جميله جدا. أسعار مختلفة بتتراوح من 80 ل 120. المانجا العويس وهي من أفضل أنواع المانجا، طبعا في أنواع تانية من السكر الأبيض والممتاز وغيرها. وزي ما حضراتكم شايفين لا مش العويس، مش الاسماعيلاوي، اكيد اسماعيلاوي بتختلف في سعرها لانها هنا اصل المانجا العويس. زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا شاهدنا معاكم اطول سجاده للمانجو، ونترك حضراتكم لصلاه الجمعه. شكرا لكم وشكرا لكل متابعينا الكرام. كان معكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية.